أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم، مساء الخير، مرحبا بكم. يوم الأربعاء 20 فبراير 2019، مواصلة للنقاش حول رئاسيات 18 أبريل المقبل. تاسا ديراكت على المباشر التي ممكن تشاهدوها في موقع تاسا، لو سيت دو تو سور لالجيري، الصفحة الرسمية لتاسا الفيسبوك وكذلك في اليوتيوب. نسعد باستضافة في هذا المساء السيد فتحي غراس، المترشح للانتخابات الرئاسية. مرحبا بك فتحي. الله مرحبا، الله يسلمك الزول في الأول. السلام عليكم، مساء الخير عليك. مساء الخير عليكم بكل اللغات واللهجات. مع فتحي، هو مترشح الحركة الديمقراطية الاجتماعية الام دي اس، حزب اليسار في الجزائر. مرحبا بك سي فتحي. الله يسلمك. يعني سؤال اول، ماذا تبقى من اليسار في الجزائر؟ اقول تبقى ربما كانني انحاز، ولكن ما هو اليسار في الجزائر اليوم؟ السؤال هذا شحال يسقسيوني عليه. ماذا تبقى من اليسار، ومن بعد نقول ماذا تبقى من السياسه في من السياسه بالجزائر. في الحقيقه هذا ما يراد، ما هوش حابين المجتمع الجزائري في الحقيقه يمارس السياسه. سواء يسار ولا يمين ولا حاجه واحده اخرى. المهم مي باش نعرفوا برك ليزالجيني يعرفوا واش معناتها اليسار. احنا بالنسبه للحركه اللي نمثلها، الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه، واش معناتها اليسار؟ ديجا سي ان بروبليم ديجا دو كونسيبت دو ديفينيسيون. احنا نقولوا توجور اون ديفيني لا غوش بارابور ولا اليسار بارابور التناقض الرئيسي، الكونتراديكسيون برينسيبال. الوغ لا كونتراديكسيون برينسيبال مثلا باش هكذا نوضحوا الامور، في 54 في 54 التناقض الرئيسي سيتي اما الاستقلال اما الاندماج. سيتي سا سيتي ان بو لو ديبا داخل الطبقه السياسيه في الجزائر هذاك الوقت. كانوا طابعين باللي قادر الجزائري يحصل الحقوق تاعو داخل المنظومه اللي كانت سائده هذاك الوقت، المنظومه الكولونياليه اللي كانت سائده، معناتها يقدر يصلحها من الداخل. وكان الطرف الاخر، الطرف الجذري، كان يقول لا، مستحيل ان الانسان الجزائري يقدر يعيش الانسانيه تاعو ويعيش الكرامه تاعو داخل هذه المنظومه. يفون فيني غاديك سا هذاك الحل الثوري هو الحل الوحيد. إذا في التناقض الرئيسي هذايا كان موقف يساري وموقف يميني. الموقف اليساري هو الموقف اللي كان ينادي بالاستقلال والحل الجذري بطبيعة الحال والخروج من المنظومة الكولونيالية، والحل اليميني في ذاك الوقت سيتي اللي كان يطمع باللي نصلح المنظومة من الداخل. فوالا سي اون بعد لا كونتراديكسيون اس ديبلاس اس ديبلاس. اكتوالمون حنا كي نقولوا اليسار سي كوا اليسار؟ الناس اللي ديفوندي اون ايكونومي بروديكتيف، هذا هو اليسار. اللي ديفوندي على الحريات، على الديمقراطيه، على دوله القانون، سي سا لا غوش. الناس اللي محبين الجزائر تافونسي البروغريس فيغ لو ميو. اليمين هو اللي محافظ، اللي يحب يحافظ على الوضع الحالي وربما يدير ليفتينغ فيه شويه. ولو سير في الجزائر الان وي المنطق باش نتفاهموا، المنطق هذا لو سي اليمين، المنطق اللي نسموه منطق لامبور امبور، النهب، الانفورمال، التعسف، صدق التعسف ما يقابل دوله القانون، الاربيترير سي سا، التعسف، الحقره. هل ممكن القوى اليسار ان تجتمع؟ يعني احنا بالجزائر عندنا حزب العمال، عندنا حزب العمال الاشتراكي، جبهه القوى الاشتراكيه، الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه، يعني تقريبا كلها تحسب على اليسار، ولكن اليسار لا يجتمع ابدا. نراه يتكتل بتكتل واحد ويقدم مثلا مترشح واحد صادق. ولينا لي سيغل اون ريليتي سي با لي سيغل نو سي با اون كيسيون دو سيغل صادق. سي با سوفي با بيان سور سوفي با تحط ان سيغل تسمي روحك يساري، معناتها راك يساري. انا حدد مساله اليسار، يقدر حتى بهذا التعريف لونتربرونور، لونتربرونور اللي ديفون لا برودكسيون انفستيسمون وي دي زونتربرونور دو غوش. اي لي دو غوش لا سيتوياسيون تاع لا بوزيسيون لا واش لا هذه لا بوزيسيون دو غوش. هذه بارتي قلت لك يقدر يكون واحد ربما واحد جون راهو في لامبور امبور جون في لامبور امبور بالك راه عايش في لامفورمير ولا لامبور امبور الي دون اون بوزيسيون دو دوات. صادق باش هكذا ما نحصروش المساله في لي سيكل. وانا بور موا صادق اللحظه اللي انا فيها تقتضي حل من هذه الجهه. صادق اون بو با ما كانش شوا واحد اخر، يا اما يسار يا اما يمين، يا اما نكملوا نروحوا في هذا المسار اللي دخلت فيه الجزائر يا 40 ans شفت فاهم 40 سنه اون سي تانستالي دون ان موديل ايكونوميك في نموذج اقتصادي مبني على لا كونسوماسيون اسوسيالمون. سي كوا لا كونسوماسيون؟ معناتها بيع البترول وروح قضي من برا. صادق اوني لا ولينا مارشي بور ولو انه بمدير كان يسير الجزائر بالمنطق اليسار. انا بور موا في الستينات السبعينات الجزائر كانت تمشي بمنطق نوفمبر. سي كوا منطق بناء المقدرات الوطنيه، منطق السياده. سيتي كوا 54 62 سي استرجاع السياده الوطنيه، استكمال
هذا المسار هذا سيتي بناء الدوله الوطنيه، بناء مقدرات تاع الدوله الوطنيه، صارت تبني ايكونومي برودكتيف 40% من لي ريفينيو تاعنا هذاك الوقت يروحوا في انفستيسمون برودكتيف. سي فري نقدروا نحاسبوا هذيك المرحله نقولوا في كانت اخطاء، سي سور كانت اخطاء، غياب الحريه السياسيه، الاندستريالايزاسيون في صرا في 5 سنين، اعطيني لي بي لي بلوز افونسي، لا شين سي ان 50 عام وين بدات البروسيسوس هذا الاندستريالايزاسيون، سي ان بي كوميم عنده مقدرات كبيره اكبر، ولا لا روسي كيف كيف، هادو اللي داروا راتراباج دون ان طون تري 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 ريدوي. الوغ الجزائر ما بالك خرجنا حنايا راك في الجزائر قبل 54 كنا في النظام المشاعي، ميم لا نوسيون مفهوم لا بروبريتي ما كانش متطور عندنا. كيف ما نقدروش نحاسبوا في 5 سنين و6 سنين ولا نكونوا قوسات بهذه الدرجه نقولوا بلي الجزائر لا غاتي كلك شوز نو اون فولي با كونتينيو، ما حبيناش نكملوا في هذا اللوجيك. جات الثمانينات البحبوحة المالية بدأت في الثمانينات، وجدنا روحنا نشريو البنان نشريو الآخر، بعد جات 86 بعد دوميغ دخلنا في عشرية سوداء. وللأسف يا للأسف أن المرحلة اللي أنا فيها دوكا سيكوا 20 سنة تاع عبد العزيز بوتفليقة ما خرجناش من هذا المنطق، ألوكو رئيس بوتفليقة كي جا انتقد الفترة تاع شادلي، انتقد فإذا به هو الوريث الشرعي تاع، قال كنت تاكل الكيوي والبنان كما قال هو، سيصح هو الوريث الشرعي تاع شادلي. ونقول لك حاجة، أنا نزيد نقول حاجة أكثر من هذا الشيء، أون بلوس دو بوسيبيليتي في وقت بوتفليقة، أون في بلوس دو بوسيبيليتي، كان عندنا إمكانية أكثر باش نستريو الجزائر في منطقة التنمية الحقيقية. بداية الثمانينات بداية الولاية الأولى، الولايه الاولى وخاصه الولايه الثانيه. قال في الولايه الاولى كان يجيب السباب اللي خرجنا من ازمه عميقه وعشريه سوداء وفالي الجرح يداوى. بعد 2004 وطلع النهب زاد، بعد لي زامبورطاسيون لحقوا حتى بلوس دو 60 مليار دو دولار، 68 مليار دو دولار ولا مانيش غلطه. علاش يا با جوستومون، علاش ما كاش موديل ايكونوميك، علاش ما قدرناش نبنيو موديل او نمط اقتصادي في الجزائر؟ هل لان مازلنا نعتقدوا البترول والغاز موجود دونك كوني اليز، ولا غياب الرؤيه السياسيه؟ شوف باش نتفاهموا باللي بزاف الناس يحسبوا باللي البترول ولا الغاز لعنه مالديكسيون، وي بور سارتان زيكسبير، وي بور موا سي ان اتو. شوف لي ريفولوسيون اندستريال كاع، باسكو علاش يفو كون سانكريد سانسكري دون ان تروك بلو لارج، نشوفوا ليستوار تاع لومانيتي كيفاش كانت. لي ريفولوسيون اندستريال كاع صراو في المجتمعات ولا في الدول اللي كان لو كو دي لينيرجي هابط. تحكم انجلتير سيتي الفحم، سيتي لا ريفولوسيون اندستريال ان انجلتير، لا فرونس كيف كيف سيتي الفحم، الالمان سيتي الفحم، الامريكان سيتي دخلنا لير دو بترول، دو بترول، ميم لا روسي سيتي البترول، لا شين سي الفحم وليد العامله، الخصوصيه الصينيه باسكو لا مان دوفغ باشير، باشير باسكو نروح مليار، الله يبارك لك مليار ونص دوكا، ديجا هذاك الوقت كانوا ديباساو لي 700 مليون، اي فوالا جو دي حنا سي ان اتو. صافي ديك سكي مونك حنايا سي كوا، سي لا فولونتي بوليتيك. صافي هذا البترول والغاز وهذه الثروات واش نديرو بهم؟ اسكو نروحو نغرسوهم ونجيبو مصانع كيما نجيب هذا السونس هذا الاخر، ولا نروحو نقضيو بهم نهربو دراهم ونحطوهم لهيك ونفيدو الاقتصادات تاع العالم ونفقروا البلاد؟ اون ريتي سي اون كيسيون دو فولونتي بوليتيك. اي عمل يسرى على مستوى سلطة القرار هو ناتج على قرارات سياسية، والقرار السياسي هو ترجمة للمصالح المهيمنة داخل الدولة. المصالح المهيمنة داخل الدولة الجزائرية هي مصالح طفيلية، مصالح اللي تبنى على كاهل أكثرية الجزائريين، مصالح اللي تتناقض مع المصلحة تاع الوطن. باسكو اسمح لي باش نهربوا بلوس دو 200 مليار دو دولار برا، سي ان كريم. اسكو بونسي كو بوتفليقة بري دي ديسيزيون انتي ناسيونال؟ جو دي كو في وقت بوتفليقة باش هكذا ما نشخصنوش على شخص، في وقت بوتفليقة سي البريزيدون لا بريزيدون لا ريبوبليك نبدا في وقت بوتفليقة، بريزيدون لا ريبوبليك فشل رئيس الجمهورية في وضع الجزائر في مسار التنمية، وبالعكس فتح الفرصة للناس اللي عندهم مصالح ضد الوطن باش يهيمنوا على الساحة الاقتصادية، وحتى نقولوا يهيمنوا على الساحة السياسية. يعني أنا شكارة قاست حتى حسب الموالاة جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وأخرى، تقول كان إنجازات، تحدث على حتى الوزير الأول أحمد يحيى راح يقدم حصيلة الحكومة أو بيان السياسة العامة، ديكلاراسيون بوليتيك جينيرال لاندي 25 فيفري في البرلمان، أعطى كانت عندنا الوثيقة، عندنا الوثيقة فيها مجموعة كبيرة من الأرقام. هل تعتقدوا أن فترة بوتفليقة كانت فيها إنجازات؟ شوف في مخصص السكنات والطرق ولا ما كانش صح يا يو دي رياليزاسيون يا يو الاخر، ولو ان هذو كاع الانجازات هذوما باش تشوف داروا في منطق النهب تاعك، باسكو منطق في منطق الانجازات داروا، ولكن دارين في منطق المنظومه الحاليه. مثلا الناس اغتنت
دارت الملايير على ظهر المشاريع اللي دارت في وقت لا كوموند بوبليك بيان سور كوموند بوبليك سي سا صدق ميم الانجازات يداروا دون لا لوجيك دو سيستيم صح دارت انجازات ديجا هضرت على هاد المساله هذه حاجه واحده اخرى مي حنا بني العرمل صدق سيتي با هاد الانجازات مويا دو بوستي ليكونومي ناسيونال لا برودكسيون ناسيونال نو هو كونتر الانجازات يزيدوا نضاعفوا في التبعيات تاعنا لاقتصادات العالم صدق تنجز صح مي اون ميم طون اون لون تيرم تو ني با اونتر مانيش ناسيوريو مانيش ناسيوريو اون ا با كونسوي يا با دو فيزيون يا غير برؤيه سي سا اون ا سي سي دو سا دو روش الحاجه الناس يكريتيكيو لا بلانيفيكاسيون 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 يفو نو فو ان ايتا استراتيجي يفو ريفينير لا بلانيفيكاسيون لا شين سي كوا لازي سي كوا لازي لو جابون لا شين لا كوري دو سود هاد دول كيفاش باسكو يافي ان ايتا استراتيجي ان ايتا بلانيفيكاتور ان ايتا اللي عنده رؤيه بعيده المدى ماشي ملتصق بمصالح انيه وهاد المصالح انيه في سرعان سرعان ما تولي كما قال لك لعنه لعنه, لعنة. الفتحي غير راس المترشح اقتصاديا واش يقترح يعني فلا سبب في التشخيص باسكو بوزي لي فري بروبليم ديجا انا تروفي ديجا 80% لي سوليسيون كونط اون بوز لي فاتان ديال لو سيك بي ابري بوزي بروبوزيسيون ميتنون سا دير il faut بشكل حاسم وسريع خروج من المنظومه الحاليه سا دير واستعمال كل الادوات المؤسساتيه القانونيه السياسيه بطبيعه الحال وحتى الثقافيه لازم ثقافتنا تتبدل ثقافتنا الاستهلاكيه تتبدل بطبيعه الحال وهذا الدوله هي الدور تاعها في هذا الشيء تلعب دور اساسي في هذا الشيء صافي باسي فيغ ايكونومي برودكتيف اون لي موايان صافي الدراهم اللي يروحوا ايور يروحوا انا نقول هذا نستعمل الكلمه تاع الشعبيه في عوض نستهلكوا اخر عيطه اخر عيطه وين ما نحتاجوا صدر نستهلكوا فوق الطاقه تاعنا الدوله تاع تيرموند الدوله تاع المثالث وتصيب النمط الاستهلاكي تاعنا ونمط الاستهلاكي يشبه يعني المجتمعات الاوروبيه اللي تنتج يعني اون كونسوم بلوس كون برودوي بيان سور اون كونسوم بلوس كون برودوي صدر في عاود نستهلك اخر عيطه طوموبيلات اخر عيطه ما بليش انا شيبس اخر عيطه نوتيلا اخر عيطه 16 مليون دو دولار ديمبورطاسيون تاع شوينغوم 200 مليون دو دولار امبورطاسيون تاع التفاح سيتي البيدجي تاع لا كولتور بوكو يعني في رايك علاش الحكومه بشلت بتحد من الواردات لان في وقت سي عبد المجيد تبون ومن بعد جا موراها سي عبد يحيى ils ont comment ils ont pris des décisions pour limiter les importations ils ont limité les importations mais كي تولي تشوف الارقام الرسميه يعني ارقام الحكومه الاستيراد نقص برك مليار مليار ونص باسكو محاصرين بهذا المصاري ما قدروش محاصرين صادق فريمون صادق محاصرين سي امبريكي كونت لو بوليتيك ما تنساش بلي كاين ناس متنفذين في الدوله عندهم دراهم في الخارج كان رؤساء احزاب عندهم دراهم في الخارج راهم فاعلين داخل الساحه السياسيه كي تشوف وزير سابق وزير الصناعه عنده دراهم في الخارج ايه تودي يا ان بروبليم صادق بلي المشكله كيما نقولوا احنا رشام حميده ولعب حميده في قهوه حميده صادق لي ريسبونسابل دو ليشيك الناس اللي كانوا مسؤولين على الفشل ما يقدروش يكونوا هما مصدر للحلول فتحي الراس يكون رئيس جمهورية مثلا اسكو يحبس الواردات شوف رئيس جمهورية واش معناتها نحبس الواردات صدق كل الواردات اللي تبقى هي الواردات اللي اللي لا بور بوستي لا برودكسيون ناسيونال ضروري يبقى بطبيعه الحال يبقى مي بالعقل بالعقل فو سانستالي دون اون لوجيك منطق واحد اخر منطق مبني على العمل المنتج سي سا مي حاجه كي سوبرفلو حاجه ما نحتاجوهاش حاجه ما بالعكس تندار على ظهر الانتاج الوطني هذه غير مرحب بها وكعدنا ادوات الدوله اللي عندها سياده عندها طرق باش اون بليس حنا ما يجيوش يكذبوا علينا حنا ما عندنا ما نبيعوا ابال دوك البترول والغاز صدق واحد ما يجي يضغط علينا ويحتاجوا البترول والغاز تاعنا صدق ماناش في في في, في كيما لي شينوا ولا لي زاميريكا قال نغلق على نغلق وما يغلقوا ما يقدرش يغلق عليا كي في عندنا ناتو ما في هذه عندنا ناتو صافي باش ما يكذبوش عليا يقول لك لا لو ليبري شانج لو ليبري شانج يندار كي يكون في صالحك الدليل لاشين كي ديفون لو ليبري شانج ميتنون اي لاميريك بلاد لو ليبري شانج اللي اون تران دو دير كوا ما كاش ما انت تدخل منظمه التجاره العالميه طبعا الحال حتى وين تكون قادر على شقاك ما تدخلش سوف خلينا من هذا صدق الحلول الايديولوجيه هذه والادلجه النقاش السياسي انا كي نهضروا نطلقوا من الريال صح نطلقوا من الواقع اسكو قادر انت تواجه العالم بلي واش عندك الاقتصاد الحالي ماكش قادر يبقى خلاص ما ديرهاش واش هاد لافون ما تحكم بلاد ما يلزمش تكون افونتوري ها راه عندك 42 مليون مراك راك مسؤول عليهم ماشي لعبه هذه جاي تحكم البلاد بعقليه تاع قريتها في كتاب
باسكو تي عندك ان ليفر خلاص اي با سي بيان سي اون بال ايدي ومن بعد تروح تلعب مصير تاع امه كيما صرا في 86 لعبنا مصير تاع البلاد ذهبنا لاسيستاسيون دو بيمون فوالا سي سا الجزائر عندهم مشكل احتياطي الصرف سينهار بحسب الخبراء لان في الوقت الحالي راهو 79.8 مليار دولار حسب الوزير الاول احمد يحيى دون دو تروازون الخبراء يقولوا راح يروح اذا راحوا يعني هاد الغزاب دو شونج وكان فتحي غراس رئيس الجمهوريه واش يقدر يجي لمواجهه الاوضاع عيب نبقاو نهضروا هاد الهضره انا عندي عيب لا لا عيب يعني لا الحكام تاعنا عيب يهضروا هضره دوك نهضروا علاش عيب عندك 80 مليار ولا 79 مليار ريزيرف دو شونج عندك لانفورمال تاع 40% تاعك اوف لانفورمال هضره دي جيزمون فينانسيي الله يبارك عندك 200 مليار دولار اكثر من 200 مليار دولار تهربوا للخارج تهضر لي على اون كريس فينانسيير في الجزائر اكثر من 200 مليار اكثر من 200 مليار هضرها حاج ناصر المحافظ البنك السابق هو عارف واش يهضر وهضرها عندها بزاف باسكو ميم الوزير السابق الله يرحمه وزير التجاره في وقته كان يقول مازال دراهم يتهرب بختي بالعيب بختي بالعيب كان مازال دراهم يتهربوا ودوكا مازال دراهم يتهربوا حتى الان عن طريق بلا سيرفاكتوراسيون بطرق اخرى 44 مليار دو دولار دامبورتاسيون اون بليس 44 مليار دولار دامبورتاسيون جو سوي سور اي سيرتا ماشي جو سوي سور يعني هذا امر بديهي بلي هاد لي زامبورتاسيون معمره دي زامبورتاسيون اللي ما نحتاجوهمش ومن بعد تقول لي اون كريس فينانسيير وتخوف الجزائريين وتقول لهم تقشف صافي الجزائري يتقشف والناس دي تعمر جيبها ما مش هذول التقشف درك ميم صا ميم هذا التخويف بلي راح يخلصوا يخلصوا صافي ولا عندك كاع هاد لوجيزمون فينانسي وما درت به والو صافي يا بروبليم دو جيستيون سي ان بروبليم ماشي بق دو جيستيون سي با بروبليم دو جيستيون باسكو هذه بديهيه ميم تجيب اي انسان تجيب جده الله يرحمها تهضر لها هكذا تقول لها الدراهم هذو كاع اللي عندك ومن بعد تقول لي مانيش مليحه تقول لك ما كاش نقدر سوتو حنا العجايز تاعنا يعرفوا يصرفوا صادق سين كيستيون مش مساله تاع مصالح ما هي المصالح السياسيه او الاقتصاديه المهيمنه داخل المنظومه السياسيه في الجزائر هي مصالح لا تشجع الانتاج ما تشجعش الانتاج ما تشجعش المراكمه الوطنيه ما تشجعش على خلق مناصب العمل للشباب تاعنا باش ما يحرقوش ويقولوش يا كنا الحوت ما يكوناش الدود ما تشجعش على باش لي زارجين يعيشوا بكرامه باسكو لي زارجين يحبوا يعيشوا بكرامه لي زارجين يحبوا يعيشوا سنه واحد نوفمبر علاش الناس ضحت مليون ونص شهيد باش الناس تعيش بكرامه ماشي يجي واحد يجي يفستي عليا ويقول لي بلي انت لازم تعيش تتقشف باش كاين وريث الكولون وريث الكولون يعيش في بحبوحة وفي البثخ على ظهر الدولة ولا ظهر الشعب ولا ظهر على ظهر الشهداء على ظهر الشهداء سي سا لو بروبليم سي سا سي ان بروبليم بوليتيك افون تو انا كي نبوزي البروبليم نهضر مع المجتمع الجزائري مع الشعب الجزائري مع المواطن الجزائري نقول ماشي ما يعرفوش الجزائر عندنا كل المقدرات عندنا كوادر عندنا انا نتصدر في الكادر انا نتصدر العقل الجزائري ويتصدر لي زارجين شوف كان بوالو بوالو يخلق لك طلبين دو هذوك الناس اللي كانوا يديروا الكابا سي زارجيري بوالو يخلق لك سي بتحيك اكتوالمون الغوفرنمون الي تالي على كرياسيون مونيتير يعني سكو لابيل لا بلانش ابيي يعني خلق العمله باش يواجه الميزانيه العجز التجاري او العجز نو العجز الميزانيه اللي فيها عجز تجاري وعجز ميزان المدفوعات يعني كيف نقدروا تواجهوا هذا الوضع هذا انا اوني اون بلان بلان ديفيسيت بيجيتير اون بلان ديفيسيت بيجيتير افيك كاع واش افيك تو دارجون كي كاين بارادوكس كاين مفارقه منطقيه مفارقه وجوديه كاع المساله دوك انا كرئيس جمهوريه كيكون عندي لا ماجوريتي بريزيدونسيال في البرلمان صافي واش معناتها الحزب اللي ينتمي ليه ولا الام دي اس الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه يكون هو عنده الاغلبيه معناتها سيلوي كي با ديجاجي لو غوفرنمون صافي كو لو بروغرام كي با تابليكي سي لو بروغرام تاع لو ام دي اس سولون لي زوريونتاسيون تاع البريزيدون لا ريبوبليك باسكو لو بريزيدون لا ريبوبليك الى لا بور دوني لي غراند زوريونتاسيون اون بعد لابليكاسيون سا ديبون لو بروغرام تاع الحزب اللي راهو يحكم طبيعي الحال عندي في الام دي اس يقولون نبدلوا دراهم pour intégrer l'informel changer la monnaie pour intégrer l'informel changer la monnaie pour intégrer l'informel ou hakda combler le déficit budgétaire là ou ناتج على الاقتصاد جزء كبير منه راهو خارج مجال تغطية الدولة طبيعي الحال بور موا يفو ريكوبيري لارجون اللي برا هذا موقف سيادي يعني شوف الامريكان نحات لو سكري بونكير لسويس موقف سيادي الدولة السيدة هي الدولة التي تضرب على يد القوي والناس اللي خربت دراهمهم هنا والدول اللي حابه تتعامل مع الجزائر والتاجر مع الجزائر يبا يزب الدراهم هذوك يولي ولا ما عندها ونقول لك حاجه الجيري سي ان بي اتراكتيف صافي دير بلي كاع الناس يحبوا التاجر معنا
كاع الناس اللي حابه في استهناء وعندنا لو شوا لو موند اللي اون كريز عندك لازي كي اون طران دو بوفي لو موند لوروبا اللي اون ريسيسيون الامريكان كيف كيف طونسيون صافي ديك عندك انت قدره باش تفاوض وتبر المصالح تاعك تغير الامور وما عندهم حتى ما عندهم ما يخسروا دراهمنا يعاودوا له وروحوا تاجروا معنا وعندكم لهنا لالجيري تربحوا غانيون غانيون اسكي في دراهم نرجعوا تاع دراهم تاع برا هذه ما تسهلش في هذه سواء كان عندي لا ماجوريتي تاعي ولا لا ماجوريتي الاخر مثلا في قضيه تغيير العمره جو بو افوار اون ماجوريتي ديجاجي بار في لو بارلمون تاع نوتر تاع بارتي ولا ائتلاف تاع احزاب اخرى بطبيعه الحال لانتيغراسيون دو لانفورمال تبقى ولكن الاساليب ربما تتبدل على حساب البرنامج تاع الحكومه وهذه علاش انا نهضر هكذا لتفعيل العمل تاع المؤسسات البرلمان لازم نعطيو له قيمته صدق ما يلزمش نطيحوا في عقليه تاع ريجيم بريزيدونسياليست كما انا انت مع النظام البرلماني انا مع نظام نبقى نظام نصف رئاسي مع البرلمان يلعب الدور تاعو صدق كاين كوابيتاسيون كيما في فرنسا نصف رئاسي يعني الرئيس ممكن يحل البرلمان رئيس ممكن ممكن يحل البرلمان بصح هذه ما عندها حتى معنى باسكو علاش يقدر يحل البرلمان من بعد في فرنسا بتجيك لي سان بي ديموكرات دوله ديمقراطيه عنده الرئيس عنده صلاحيه يحل البرلمان ولكن ماشي معناتها يحل البرلمان يحل يجيب لا ماجوريتي خاطر صارت في فرنسا وين صلاح البرلمان لا ماجوريتي جاك شراك خسر ماشي هذه من الادوات واليات هذه ماشي مشكل صدق عندنا في الالمان ريجيم بارليمونتير ولكن ديمقراطي عندنا في فرنسا ريجيم سيمي بريزيدونسيال وديمقراطي عندنا في الامريكان ريجيم بريزيدونسيال وديمقراطي ماشي قضيه الاليات هذه وبعد مع التطور تاع المجتمع الجزائري وتاع الدوله الجزائريه ربما نقدر نمروا لجمهوريه اخرى جمهوريه ثانيه وين يكون نظام برلماني جمهوريه ثانيه باسكو واش الجمهوريه الثانيه بزاف الناس تهضر على الجمهوريه الثانيه سي على مود سي كوا le contenu le contenu c'est quoi une deuxième république ça veut dire on change de régime ouais. c'est pas deuxième république nous la président nous ouais. c'est deuxième république هذه نوع من النرجسيه المخيفه صادق نبقى في le même régime nous les présidents ça veut dire deuxième république non je suis dans la même république mais le contenu de la république المضمون مضامين تاع الجمهوريه يتبدلوا معناتها المصالح النظام يتبدل deuxième république ça veut dire نروح النظام برلماني ولا النظام رئاسي مي هذا ماشي المشكل المطروح حاليا في المشكل المطروح هو نقول لك نظام سياسي ما تعتقدش بلي كان كثير من الملاحظين تحدثوا على غياب الشرعيه لان النظام السياسي القائم في الجزائر منذ الاستقلال يتحدث عن الشرعيه التاريخيه والشرعيه الثوريه ورئيس بوتفليقه اعتقد في 2012 قال انتهت الشرعيه الثوريه والتاريخيه ولكن هناك من يتحدث عن غياب الشرعيه الديمقراطيه والشرعيه السياسيه شوف انا ندافع عن الشرعيه الديمقراطيه بطبيعه الحال ندافع عن الشرعيه الديمقراطيه لا يعني بانني باش انا مانيش ايسونسياليست مانيش هنا باش نجي نقول قبل الجاهليه وبعد انا هو مثل بدايه الاسلام لا انا نقول باللي الشرعيه التاريخيه اصلا ما كانت الفونكسيوني باسكو علاش شنو الشرعيه كي يكون قبول عند المجتمع بالطرح هذا نهار اللي كانت الشرعيه التاريخيه كانت فونكسيوني صدق المجتمع كان قابلها كان قابلها اي بعد انا جايزين طاب واحد اخرى من 88 وطلع اوني دون اون ايتاب واحد اخرى صدق لا سوسيتي لي دوموندوز المجتمع راه يطالب باساليب عديده بالمرور نحو شرعيه اخرى وهي الشرعيه الديمقراطيه صدق النخب السياسيه لازم تنصت الى هذا المطالب هذه لان اذا حاليا سي بور سان الترشح تاعي جاي باش نقول ان الصندوق قد سرق منا من طرف هذا النظام ويجب ان نسترجع هذا الصندوق هذا الصندوق سرقناه التغيير انت مع التغيير عن طريق الانتخابات احنا ليزار جاي يدوسوا صوت انا نوسع في جبهه الصراع صوت ليزار جاي يدوسوا عرق سلمي يعني بالنسبه للصراع السلمي بطبيعه الحال هوروزمون الصراع السلمي ماشي هذه فكرتني الصراع السلمي سينو واحد وقت اخر تولي حاجه واحد لو كونفلي حاجه واحد اخر لو كونفلي كنقول لو كونفلي صادق سلمي تفهموا صادق لا ديموكراسي اسونسيال الديمقراطيه سي منظومه مبنيه على لو كونفلي باسيفيك الكونفلي واش معناتها الجزائري يدوس على تريسيتي يدوس على الماء يدوس على غاز دو في يدوس على السكنه يدوس على الخدمه يدوس على هذه حقوق يعتبر حقوق اما حقوق مسلوبه ولا الحقوق هذه ماهيش متوفره بالقدر والمنسوب اللي يناسب المواطن الجزائري ولا لو يشوفهم يناسبوا الاقتراع حق يبقى كيف الاقتراع يولي موضوع للصراع السياسي السلمي ça veut dire moi je déplace pas انا نوسع في الجبهه ça veut dire on va renoncer en plus l'اقتراع عنده علاقه كاع بهم ça veut dire توفر على روحك
باسكو الا حبيتي لواط فينونس تخرج عليك ولواط فينونس كي اللي راح تبوستي ليكونومي ناسيونال اللي راح تخلق لومبلوا اللي راح ترفع القدره الشرائيه اللي راح تخلق عداله اجتماعيه وتقسيم عادل الثروه صدهيزم لك ماجوريتي بارلمونتير اللي تخرج عليك وديجاجي لواط فينونس اللي تخرج عليك ولا ماجوريتي مين تجيبها تجيبها من الصندوق صندوق صديق انا اش نسمي الصندوق هو ام المعارك ام المعارك ام المعارك اي سي بور سا كو البوفوار الجيريان اكتوالمون كلشي كلشي غير الصندوق صافي داك يحطو كل شوف يشوه لك شوف يوريونتيك في لي ديبا اللي يحبهم العهده الخامسه ما باليش اي حاجه مي غير تلحق لا كيسيون تاع الصندوق راح يشجع لا بويكوت يشجع البويكوت يعني التغيب التغيب او العزوب يخدم السلطه بطبيعه يخدم السلطه يخدم التزوير يخدم انا ما نسميش تزوير نسمي تلاعب نسمي انا نقولوا حنا نقولوا دوما حنا في الامدياس يقولوا نقولوا بلي لي زيليكسيون سون بييزي بييزي صادق وال مفخه صادق العمليه السياسيه في نتحكم فيها النظام من اولها الى اخرها باسكو واش معناتها العمليه السياسيه سي البرودوي دو رابور دو رابور دو فورس ولا كان تزوير ولا كان تحكم في الصندوق ماشي هو السبه هو النتيجه صادق سي رابور دو فورس خلقوا النظام السياسي الحالي خلقات السلطات السلطات المتعاقبه تاع هذا النظام اللي خلاها تقدر تتحكم في العمليه السياسيه والدليل نجيب اكزومبل عندنا في الجزائر حنا بلاد قبائل ومزاب قردايا مزاب لا ريجون تاع مزاب قردايا ريجون مزاب باسكو كي نقول قردايا سي الولايه وادي مزاب سي لا ريجون انتم ميزان القوه كان في صالح المواطن الصندوق كان يخرج واش الورقه تاع المواطن سيتي لي بارتي اللي كانوا يخرجوا سيتي لي بارتي ماشي تاع اجهزه السلطه لي ماليز انديبوندون ولا لا سيدي لاف اس في بلاد قبائل ولا لي انديبوندون في مزاب سا فو دير ميزان القوه المواطنين الجزائريين في المنطقه هذيك خلقوا ميزان قوه لصالحهم لذلك العمليه الانتخابيه كانت من جهتهم لازم يروحوا يعسوا الصندوق سا فو دير لازم تاع الصندوق سا فو دير يلفو جينيراليزي ليكسبيريونس لازم عنده بيناتنا كيما عندنا الكور في حاجات لا ديموكراسي ودوله القانون وانا ما نعدوش بيناتنا ولا نحقروا روحنا بيسك دي زالجيريان داروها كيما عندنا لي فيتناميا كيما من بعد لي زورت كاع عندنا باسكو الثوره الجزائر ولات موديل وهي رايحه لازم الشعوب تعاند بيناتها وداخل الشعوب داخل المجتمعات انا كنت عندو بيناتنا كيما المواطنين في ان صالح كيفاش يزون طول لا بروميير فاز زير يزون بوزي لا كيسيون تاع ديفلوبمون ديرابل ولات حاجه مفكر فيها تاع الكاز دو شيست دو بونساب دي بونساب اي فوالا سي امبورطون هذا لي سيتويان يبيب شونج يعني انا نقول لك النخب تاعنا لازم يسمعوا الى نبض نبض الشارع سي فتحي الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه لام دي اس تحدي سابقا وحزب الطليعه الاشتراكيه سابقا كذلك يعني اول مره قرر الدخول غمار الانتخابات الرئاسيه علاش خذوا هذا القرار؟ شوف احنا في فتره معينه كنا دون لو روجي تاع لي زيليكسيون يعني كنا رافضين المساله العمليه الانتخابيه جمله وتفصيلا لزوج مراحل تسمى كان الموقف تاعنا مرتبط بزوج حاجات متعاقبين ما جوش في ميم طون الموقف الاول كان كي ندخلوا في اي عمليه سياسيه ديمقراطيه ندخلوها تحت قبه المتفق عليه المتفق عليه هو سلا ريبوبليك نتنافسوا مي نهضروا بزاف على التوافق سي كوا التوافق التوافق سي كو عندنا دستور وحدنا عندنا اون ريبوبليك عندنا ارضيه هذه الارضيه هي تحدد قواعد اللعبه باش من هناك ما يوليش الصراع يولي نزاع وبعد يولي احتراب اسكيفي لا ريبوبليك هي اللي كانت توحدنا هو الميراث تاع نوفمبر اون بو با غوميتر اون كوز لا ريبوبليك سي با او نو باسم التعدديه السياسيه نجيو نعيد النظر فيما يجمعنا نظام الجمهوري النظام الجمهوري طبيعي حتى النظام الجمهوري معرض للمساءله في ذاك الوقت من طرف الحزب الموحد طرف الحزب الموحد ومن طرف تيارات سياسيه اخرى اللي كانت تتسربل بالاسلام لاعاده النظر في الميراث نوفمبري طبعا احنا قلنا ما نلعبوش بهذا الشيء صدق كانت تعدديه مشوهه وادت الى ما ادت اليه 200,000 قتيل هي العربون تاعها 200,000 شهيد العربون تاعها الكبير اللي خلصناه غالي ومن بعد جات 2001 دي سارجيريان اللي ماتوا شهداء 127 شهيد مات برصاص الدرك الوطني منطقة القبائل ومن بعد كانت مقاطعة في بلاد القبائل منطقة القبائل كانت مقاطعة احنا لحفاظا على الوحدة الوطنية ما نضحيوش بجزء من الوطن نضحيوش بجزء من الوطن المقاطعة باسم بقية الوطن هذه صديق سي لا كيسيون تاع لونيتي ناسيونال خط أحمر إذا كانت المقاطعة
فذاك لحظة احتجاجية ضد سلوكات السلطة حيا المواطنين ببلاد القبائل. حاليا طبعا لا ريبوبليك خلاص ما هيش معرضة المساءلة، كان إجماع حبينا وراك أنا باش ما إجماع من طرف كل الفصائل داخل المشهد السياسي أن الجمهورية شيء يجب الحفاظ عليه وشيء مكسب يجب الحفاظ عليه. اسمع كنا راح نشارك في الانتخابات مانيش 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 نخاطر باري بيبليك اي او كونترير سي كو ميتنو النظام هو اللي يستعمل في المقاطعه لاعاده انتاج نفسه لضمان الاستمراريه. والدليل شهر عام ما يهضرش كاع صافي عام يجي شهر باش يهضروا على الانتخابات باش الناس تروح تماركي في لي ليست في لا ليست الكتورال وبدون باحتشامه بلا ما يدير بيبليسيتي وبعد يزيد 15 يوم مي تحس ما كاينش تشجيع المواطن الجزائري لا ريفيزيون اللي شكني مي شكني يديروها شهر شهر اكتوبر. انا نقول لك حاجه، انا كرئيس جمهوريه انا 12 شهر والكارطه تجيك تلحق 18 طون تجيك كيما الكارطه تاع الاربي ومن بعد تحب تسمح في حقك هذاك الشهر تقدر اوبليغاتوار ماشي الفوت اوبليغاتوار الكارطه تجيك اوبليغاتوار ومن بعد انت تحب تسمح في حقك سي لو بروبليم تاعك سبت حل بوتفليقه. رئيس بوتفليقه قدر قرر الترشح لولايه خامسه. الكثير من انتقد بعض القطاع من المعارضه انتقد هذا والبعض يقاطع والبعض يقول انه لا يذهب للانتخابات لانها مجرد تعيين يعني يشارك بالموقف هذا بموقف ترشح رئيس بوتفليقه لولايه خامسه لخمس سنوات. نزيد حاجه قبل ما نروح لولايه خامسه، زيد حاجه قالش نخرج عليهم 5% من الكور الكتورال يعطيك ليجيموني. تسمى لا فعلا عندهم برك 5% من الكوري الكوريكتورا، مع اللي انا ندير بالك عندهم واحد 7% راهم رابحين وما عندهم الكتورا ستابل براتيك. تسمى واحد يدي 5 على 20 يجي هو الاول، يطلع هو الاول فريمون ماشي غير تساعدهم المقاطعه المدرسه الجزائريه. المهم فيما يخص الوحده الخامسه، احنا واش نقولوا كي نقولوا المشكل تاع منظومه. المنظومه راح تستعمل كل الادوات القانونيه والغير القانونيه انت حتى ما عليه الامر ولا كانت مضطر لذلك باش تستمر في الوجود تاعها. من بين هذه الادوات دوكا سي الوحده الخامسه صدق سي ان اوتي تستعملوا نظام وسيله للاستمرار لضمان الاستمرار. تجي هما يقولوا ضمان الاستمرار ضمان الاستمرار، انا ما نعطيكش لوتي وي لوتي جو دي بلي سي با نورمال كو سي ان دين بوغ الجيري كو تواجه العالم برئيس الله يشافيه على كل حال ما نتمنوا الشفاء لكاع الناس، رئيس مريض وما يهضرش مع شعبه وما يقدرش يهضر مع شعبه وما يهضرش مع العالم. نقولوا سي ماش في مقام الجزائر، ولكن نقولوا المشكل ماهوش في رقم العهده باسكو يقدر ماشي رئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقه يقدر عهده ولا ترى رئيس واحد اخر ما صار تغيير جذري ديمقراطي. اذا المشكل هي في مصدر هذه الممارسات الغير دستوريه والغير قانونيه والتعسف اللي راه يعيشوا المواطن الجزائري يومين ماشي غير الوحده الخامسه. اسكي في احنا اونبوز البروبليم بارابول سيستم سي بور سا ترشح تاعي سيكو ترشح تاعي يقول مانيش بديل داخل النظام ونطرحش مساله التداول على السلطه في حدود النظام. مانيش نقول يفوت لالتيرنونس دون لو كادر دو سيستم، انا نقول باللي انا نعرض نفسي كبديل للنظام سواء على المستوى الاقتصادي السياسي حتى الثقافي حتى ثقافي. شوف احنا كيفاش قتلوا الثقافه في الجزائر، يحبوا يقتلوا الثقافه في الجزائر. لازم الشعب ما يكون حتى عنده علاقه بالثقافه فريمون يختزلونا في حاجه اسمها اباري ديجيستيف. صار دي زالجيريا احنا الجزائر ما عندهاش امكانيات باش يكون عندنا 400 سال دو سينما في الجزائر ويعطيو لي جون يا سيدي معليش يعطيو لي جون يمشيو الدوله تملك لي صال ولي كوبيراتيف دي اسوسياسيون تاع لي جون سينياس روح مشي روح احي ومعليش نخسر باسكو الجزائر قادره تربح اير. انا ما نطالبش من الثقافه مثلا تكون رونطابل دوك، نطالب لا رونطابيليتي تاع الثقافه. نحب شعب مثقف نحب شعب مثقف شعب يكون في مستوى تحديات العالم سي سا يبيف با فير سا يل فول با فير سا. علاش صدق ما يعرفوش ماشي ما يعرفوش يل فول با فوالا سي هاوليك المنظومه السياسيه صار المصالح المهيمنه هذه هي اللي تخلق عهده خامسه ولا تخلق تصحر ثقافي ولا تخلق ولا خلقت ما تسمعش المجتمع كي يهضر ما تسمعلوش المطرق كيما لي ميديسان واش داروه وي لي ميديسان تاعنا شوف كي داروا لهم وي لي ميديسان تاعنا هذاك يصطهدوهم ماشي برب المطرق يصطهدوهم بالمنظومه الصحيه داخل الاداره داخل المنظومه الصحيه. ديجا الطبيب كيفاش يخدم لي كونديسيون اللي يخدم فيهم سي لامونتابل. لو توقيعات سي بون سي بتحي باش نكملوا بها الور توقيعات سا مارش بيان بور فو سا مارش ديفيسيلمون مي انا نقول لك كيفاش نخمم كيفاش نخمم والحركه اللي المدرسه تاعي اللي ننتمي لها كيفاش نخمم. احنا مع لامور
تاع الغسيل تاع حميد فرحي الفقيد حميد فرحي الله يرحمه. سي فري كانت ضربه صحيحه ضربه صحيحه المناضلين فو دي لي شوز كونسونس واحنا سي كو ديور سي ان كو ديور باسكو حميد فرحي سي ان بيلي صحيح داخل تاع الحزب يستقيل غاسيور باسكو حنا البارتي تاعنا سي دي جون لا ماجوريتي سي دي جون سي ان تروك سي فري سي ان اتو مي اون تونس او ديبي سي ان فراجيليتي سي فراجيليتي سي ان فراجيليتي باسكو يا بروبليم ديكسبيريونس بروبليم سي فري كان ضربه صحيحه وحتى القدرات اللي كانت عندنا باش نوفروها العمليه هذه تاع جمعها باسكو حنا نمشيو بالكوتيزاسيون تاع لي ميليتون روحوا رحنا للدواء تاع حميد الله يرحمه المهم وزيد المعاناه كيفاش دخلنا السبيطار سيتي ان كودو ان كودو صح مي اون افونسي اون افونسي بالنسبه مثلا التجارب اللي سبقت من قبل صادق سي فري ديفيسيلمون باش نلحقوا لو 3 النصيب تاعنا مي دو كان نشطوا في 34 ولايه كنا من قبل عندنا 10 ولايات 13 ولايه عندنا متنو جندنا اكثر صدق اون طران دو كونستوي اون اورغانيزاسيون باسكو لوبجيكتيف تاعنا عندنا كي تدخل في عام صراع في عمليه سياسيه توجو لازم دير بليزيور اوبجيكتيف باش تقدر دير بيلون ماشي كيما تلحقش لوبجيكتيف ا يطيح لك المورال قال جابوندون اي جابوندون لا هي بليزيور من المينيموم حتى الماكسي من الماكسيموم حتى المينيموم اس كيف احنا لوبجيكتيف تاعنا سي بري نجيبوا لي سيناتور وندخلوا العمليه الانتخابيه و لوبجيكتيف الاخر عندك تداوس باش تجيب رئاسه الجمهوريه مي كاين دوت اوبجيكتيف ما تجيبهمش كاين دوت اوبجيكتيف تكون فيزيبل تنظم الحزب تدرب المواطنين تاعك بيان سور بيان سور حنا ميم سي بنت باغوتوني نكملوا حنا شوف ما نحبسوش حنا حنا سي كيما قال لك صادق لينيرجي سولير عندنا حنايا ما كانش صافي كونتي في نوي مي بوز ما في نوي كاين القمر كاين القمر ولا كاين لي باتري بور لي باتري بور ايكونوميزي لينا داك صح حسب تحي شوف نعاودو نتلاقاو بك ان شاء الله في الحفله يعطيك الصحه وميرسي على هذه الفرصه هذه شكرا الله يخليك الحوار كان في المستوى شكرا الله يخليك نعاودو نوليو مرحله الانتخابات المرحله الحمله الانتخابيه تكون ابتداء من 24 مارس المقبل نعاودو نوليو ليك باش نفصلوا ربما محاور اخرى في البرنامج تاعك حتى ولا تكونش مترشح معليش سي توجور ان ديبا انت خمس مترشح جا عندنا هنايا تقريبا كل مترشحين جاو مرحبا بكم الاخوه الاخوات شكرا للمتابعه نلتقي الاسبوع القادم في حوار اخر متعلق بالرئاسيه الى اللقاء صحه شكرا.